هي شلون نقول، احنا ما نقدر نقول يعني محاسبه، بس يعني كعمل متضامن يصير يعني ويا البرلمانيين. يعني احنا الوجبه هاي الجديده اللي صعدت ان شاء الله، هم من ابناء الشعب يعني محتكين بالشعب، واكثريتهم اللي مستقلين، يعني نتامل بهم خير ان شاء الله. واحنا شلون نقول، مو بس متابعه، مساندين لهم. الهدف من تأسيس اللجنة هي مراقبة العمل البرلماني للأعضاء البرلمان الجدد اللي بهذه الدورة، وكلنا أمل بالأعضاء البرلمانيين الجدد من المستقلين بتغيير الواقع الخدمي سواء على مستوى المحافظة أو بالبرلمان. العمل اللجنة أولا هو رقابي بحت، عابرا للطائفية عابرا للحزبية. احنا اليوم نريد النهوض بالواقع الخدمي سواء للمحافظة أو سواء لأبناء المحافظة. نتأمل ونتطلع أنه هذه باقي المحافظات تحذو حذونا بالنجف ويشكلون اللجان مراقبة العمل البرلماني. المجلس هذا عمله رقابي على أعضاء مجلس النواب وعملهم وإنجازاتهم داخل قبة البرلمان. نعم، ومن خلال رقابتنا نطالبهم ونحثهم أنه يراقبون الحكومة المحلية بالنجف، لأنه مشاكلنا بالنجف كثيرة صارت عبرة الحد المقرر. أول شيء نشكر ثورة تشرين اللي هي لها بذرة حلوة هسا في هذه الانتخابات، ونهنيها اللي عندهم أصوات مستقلة. احنا ندعم الشباب، العراق اليوم مرتكز على الجيل الجديد، الجيل الجديد إن شاء الله عقول ناضجة وعقول محترمة، وكل احنا معهم في خدمة العراق، هذا الهدف منه.